السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى ومن جديد في قناة معلومات الأندرويد على اليوتيوب. اليوم حبيت أشرح لكم طريقة تهكير لعبة بلوكي رودز، اللعبة المشهورة سباق السيارات. طبعا تصميم اللعبة مثل لعبة ماينكرافت لكن سيارات. أول شي حاب أقول لكم أنه تهكيرها بروت. أول ما تفتح اللعبة شاهد ثلاث أسئلة. أنا سويت لها مسح بيانات حتى تفهمون طريقة أكثر، طريقة التهكير. أول شي اتصل بجوجل بلاي، بعدين تلعب أول ثلاث مراحل والباقي بفلوس. هاي كل ملاحظ هاي. شاهد هذه مجانا مجانا، يعني بالنقود اللعبة، والباقي مقفول لأنه لا يفتح إلا بالنقود. شاهد لا يفتح إلا بالنقود. أنا اليوم سأفتح هذه البرامج، الباقي المراحل بروت، برامج روت، وأهكر نقودها لا منتهية غير منتهية. طبعا ختمت اللعبة. نطلع. أول شي برنامج فريدوم، الهكر الروسي فريدوم. هذا البرنامج ملخص شرحه، يشتري أي شيء داخل اللعبة، يشتري أي شيء بشراء داخل اللعبة يشتري. طبعا عندنا شراء، هي شراء المراحل، حنشتري. شاهد هاي المراحل مقفولة، طبعا نفتحهن كلهن. شاهد فتحن، انفتحن كلهن. الآن تهكير النقود. نطلع من اللعبة مرة أخرى، نشغل برنامج جيم هاكر، البرنامج المشهور للتهكير الألعاب عن طريق الروت. جيم هاكر، نشغل اللعبة. أول شي لازم خلينا نجمع شوية نقود على مود يشتغل أفضل بجدارة. شاهد لا تستطيع، السيارة ضعيفة جدا. أكسرها وأجعل السيارة قوي. الآن عندنا النقود، نكتب عدد النقود 100. نضغط على السهم ونكتب نغير النقود ونكتب نقود بعد التغيير. نشتري هذا نقوي. الآن أصبح 70. شاهد 9 ملايين مثلا، 9 9 9 9 9 9. شاهد النقود غير منتهية، وطبعا النقود تنتهي لأن هناك كثير من السيارات وكثير من التطويرات، فلا لا يسع ولا يكفي 9 ملايين على ما أعتقد. يمكنكم تهكيرها مرة أخرى بنفس الطريقة. وهنا انتهت برنامجنا هذا اليوم. أتمنى أنكم استفدتم من البرنامج، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برامج أخرى. أتمنى عمل سبسكرايب للقناة، اشتراك للقناة، ولايك للفيديو، وإلى اللقاء.